السلام عليكم الاخوات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى من الله يلقاكم الفيديو ديالي في احسن الحال والاحوال. هاد النهار ان شاء الله راه حنايا معروضين عند بنت عمتي، وراني جيت عندها بما ان مازال الناس مازالين ما جاوش، مازال الدنيا خاويه. قلت غادي نصور ان شاء الله ونشوفوا معايا ان شاء الله الدار كي دايره. زوينه تبارك الله ما شاء الله، انا كتعجبني الدار اللي ضاويه ما كتبش عليكم. المهم الدخله ديال باب الدار راكم شتيوها لك، وزينه ما يمكنليش ندخلها لان فيها العيالات، والمهم عامره فيها الناس برانيين ما يمكنليش. ها انتم شفتوا كاع الناس بداو كيجيو دابا. السقايه هي هذه، راه حطوا الحجام حدا هاد الطبيله ديال جدي جبلتي، وديك الطبيله صندري النحاس، وهاد الطاس ديال الشلال باش الناس غادي يشلوا يديهم. خلاص الغرس راكم معروفين، راه معروفه الديور البلديه تيكون فيهم الغرس وداك الشيء. هذيك الباب اللي دزناها راه فيها الحمام والتواليت المهم كلشي تبارك الله غزال. دابا حنا دخلنا للقبه، القبه راهما دايرين فيها هادشي هكذا، والفراش ديالها بلدي 100% والسويديات بالمنيدلات وديك الشيء. الله سلامات الطبيله ستفو فيها الحجامه، هاد الدواز ديال داتا اللي غادي يفركو ان شاء الله في العشيه. المملاحات هذيك غريبه، هاد الكاوكاو اللي في السكر، هادوك اللي في سكر كلاصي، هادوك الحلويات ديال اللوز، وهادوك خلاص مملحات بالفروماج. ايوا والكعبه، وانا راه ما قديتش ندور للجهه الاخرى لان تما واحد السيده كتصلي، وهذيك غريبه البهله. وراه مازال جوج ديال الانواع ولا ثلاثه راه عاد كيصاوبوهم كيقدوهم حتى غيجيبوهم. ايوا صافي الطبيله ديال الحجام اللي قادو هي هادي. خلاص ديك المرايه كبيره راه دايرها في، راكم عارفين القبات الكبار ضروري تيخصو من ديك المرايات باش كيجيو عاطيين المنظر والديكور تيعطيو المنظر حسن. والصداريه هادي هانتوما كتشوفو راه مازال الدنيا خاويه، غير الحجام اللي بقى دين الدنيا. حاطين هاد الورد هنا وحاطين المريشه باش غادي الناس يمسحو يديهم. او تبارك الله جيبي لي منيدلات وديك شي مناسق بالكري، كلشي في الكري. هذا هو تاعهم الصابليات راه خيط كيقدو، او كيقد الصابليات وصدار. انتما كتشوفوا كي دايره تبارك الله بجلي جبلتي، وديك القبه الاخرى راه فيها العيالات ما يمكنليش ندخل. هذيك الطبيله حطينا تما باش يحطوا فيها الدسر والمناده، وديك الباب اللي شتيو قبلتكم هذيك راه الباب ديال الفوقي. والسقايه هي هادي زينوها الحجامه، حطوا حداها الشلال وحطوا حداها هذيك الخساره كتشعل، راه كتشعل فيها الماء كتشعل فيها الضو، كتكون واحد المنظر رائع بالليل. ايوا خلاصوا هاد الشجره هادي معلقين فيها ديك البراتل. سولت راجل بنت عمتي قال لي راه هذيك سميتو مقنين، وباللغه العربيه سميتو الحسون. والمهم هكذا دوزنا النهار ديالنا، ضحكنا شطين تشاوفنا بعضياتنا. اي والله خلينا وخليكم على خير البنات، وان شاء الله الرحمن الرحيم نتلاقاو في شي فيديو قادم بحول الله. وهاد البريطل هذا مسكين هو داك ينقز كيلعب حتى هو شي الدنيا عامره كينقز ويجي هنا ويطير هنا فرحان، وديك الويلات فيه ما شاء الله تيحمقوا. ايوا صافي. المهم ان شاء الله الرحمن الرحيم نتلاقاو في شي فيديو قادم بحول الله، ويكون في شي بلاصه واحده اخرى ان شاء الله. يلا البنات السلام عليكم.